جيناكم يا أهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا دار ولا شجار. جدي وين الدار والجار اللي كان يغار؟ لك يا جدي وين الدار والجار اللي كان يغار؟ وين البحرة والليوان؟ وين الفارس والميدان؟ وين رجال الما بتنهان؟ وين الالفة والمحبة؟ وين النخوة؟ يا خسارة جد ويا الدار. جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا دار ولا جار. اليوم جايب لي صدر وطنجرتين متعوجين حديد، ليكو جوا. لقيلو. هاتوا يا هلال. أبو فارس لو سمحت، يعني إذا ما في سلة تركونا أنا ويا لحالنا. إيه شو علي؟ أنت بتأمر عقيد، خذ راحتك. فوت يا ابني فوت. شرف عم شرف. عود. عود عمي لا تخاف عود. الله بيكليلك عم بشتريهم بالمصاري حتى اربح فيهم برغوتين ثلاثه مشان طعمي فيهم للولاد. اسمع عمي، انا ما بدي منك شيء وراح اعطيك عصمانيه كمان، بس بشرط. امور عقيد. قبل بمده اجيت لعند ابو فارس وبعته غمد سيف. هذا الغمد منين جبته؟ انا غمد. اسمع ولا طول بالك علي شوي. احكي. طيب ايه تذكرت ايه؟ هذا الغمد اشتريته من واحد اسمه دحام. مين هو دحام؟ شاب من حارتنا. شو اسم حارتكم؟ حارة البحرة. وهذا اللي اسمه دحام وين ساكن؟ يعني اذا بدي اوصل له شلون؟ هاي بسيطة، بسيطة كثير عقيد. انت بس تصل لحارة البحرة بتروح على القهوة، وهنيك مين ما سألت عن بيت الشيخ صالح بيدلك، لأنه دحام بيلفي لهنيك، يعني هنيك بتلاقي بيت الشيخ صالح. ايه نعم، وأنا هنيك سمعتهم بين بعضهم عم بينادوا له أبو شرار. الشيخ صالح هو أبو شرار؟ ايه عقيل هو. ايه هو. مسيك عم يمسيك، هي ذهبتين إلك ولأولادك. الله يجبر بخاطرك يا رب. بس يا ويلك إذا طلعت عم تكذب علي. أنا هلأ رايح لحارة البحرة وبدي أشوفه لهذا اللي اسمه دحام، وإذا طلعت عم تكذب علي راجع لخلص عليك. أمرك عقيد أمرك. أبو فارس وس بيطلع لي سبب شواربه تقولوا حبال. أي ما بيطلع لك شوارب، أنت شو بيساوي لك؟ أي العقيد أبو أدهم مانو هون. المهم شو
شخدته اول شخد. انت بالعاده امتى بتسكر؟ اذان المغرب عقيد. دخيل عينك بدي منك خدمه. انت بتأمر. هذا الزلمه خليه محبوس عندك لحتى ارجع. اذا بريء ببعث لك حدا من طرفي بقول لك اتركه، اذا مو بريء انا بدي شيء اخده. انا اسف تأمر عقيد. يلا السلام عليكم. الله معك عقيد. وهلا شيخي شلون حسس لي حالك؟ ان شاء الله ما عم يجعك شيء. الحمد لله، الله قدر ولطف. اللهم لا نسألك رد القضاء، بل نسألك اللطف فيه. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. فوت خالي فوت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسيك تعبنا. ما بدك مصاري؟ شو بدك لك؟ بدك العقيد ابو ادهم؟ والله ما شفته انا. شفته شيخي؟ لا والله ما شفته، بس هلا بصلاه المغرب الا ما يجي على الجامع. معناتها رو بتلاقيه بالجامع عم يصلي. لك الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. شو شيخي؟ شايف لي بكره في رمضان ولا لا؟ والله الله اعلم، بس انا حاسس انه بكره في صيام. الله يكرمنا بهالشهر الفضيل يا رب. آمين يا رب. تقبل الله يا جماعة منا وناك مختار. تفضلوا تكسبتوا وشرفوا. الله يديمك يا رب. لك صحيح حدا منكم شاف أبو أدهم؟ كأني ما شفته بالجامعة. لا والله ما شفته. ولا أنا شفته والله. مسكين العبود روحه معلقة بالعقيد. يلا صباح الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. عمي عبود امشي لنيمك عندي بالمضافة. لك يا عمي احسن من القعدة بالصقاق، امشي معي. لا حول ولا قوة، الله يرضى عليك. اشهد ان لا اله الا الله. يا الله طهطك. لك حاجتك شرب، صار لك من الصبح عم تتزهرم. بدي ضلني عم بتزهرم لحتى موت وارتاح بقى. اضرب هالعيشة تضرب. موت وريحنا منها. محمود. مرحبا يا عم. اهلا. دخيل عينك بيت الشيخ صالح وين؟ شايف الدخلة؟ ايه. ثاني باب على اليمين. كثر خيرك. خير الله يا اخي. شو اللي عيشك؟ احكي ارواح بموت حتى موت كل اللي وقف الطريق. انت كسبت ارواح؟ هلا بدي اشوف اذا كنت كسبت ارواح. لا دخيلك يا ابن عمي، دخيلك انا بحرضك. هلا صرت ابن عمك ولا؟ معناتها انت اللي فت على بيتي بغيابي. شلون تجرأت وفت على بيتي؟ الشيطان يا ابن عمي، الشيطان لعب لي بعقلي. بس الله وكيلك ما لمسته، وحياة الله ما لمسته. حتى سألها. عن مين عم تحكي؟ مين اللي بدي اسألها؟ حرمتك. شو دخل حرمتي بالقصة؟ ما دخلها؟ ما دخلها؟ ايوه، معناتها انت اللي فت على غرفتي مو شاهير. الله وكيلك شاهير. كمان عم تكذب، شو عرفك انه شاهير؟ انا متأكد انه شاهير. احكي! احكي ولا بشهادة. احكي! انا اللي بتدل على بيتك. بس اشهد علي الله اني ما لبست لحرمتك. يا ابن الحرام، والله هي وينه؟ بالصندوق فوق بالغرفة. قوم! قوم! أنا بعرضك يا عمي. بعرضك يا عمي. قوم! وين الأوائل؟ هو بالصندوق. بعد هيك! لمين الذهبات هدول؟ هدول ذهبات ابو نجيب فوق الذهبات اللي سرقته من بيتك. يا ابن الحرام بسيطة، رح اجيبك لما هربت.
شايفهم كلها وانت بعيد. والله شايفهم. يا رجال لازم تعرفوا ان عقيدكم ابو قعود اعطاكم امره. بس انا واخي جابر واخي جواد حلفنا يمين ما ندفنه قبل ما ناخذ بتاره وندبح غريمه. فشو قلتوا؟ الله محي رجال. الله محي رجال. الله محي رجال. ما رح نضل حتى يصيروا اهل حارة حياش دبايح تحت رجلنا. اي والله. لعيونك يا اخي ابو قعود. الله لعيونك يا ابو قعود. لعيونك يا ابو قعود. الله محي رجال. اي والله استعجلت على ساعتك يا عقيد. لازم هلا تموت قبل ما تفوت على بيتك وقبل ما تحكي اللي صار لحدا من اهل الحاره وخصص هالكلب شاعر. عطيني والزيتونه عطيني والزيتونه بس يخلص دور نجاح امي. يا امي برضاي عليك بلا هالحركات انت لسه جرحك ما طاب منيح. عوفيت. لا تخافي يا امي، لا تخافي يا امي، ان شاء الله بشوفك عم بتلعب اولادك قبل ما اموت. عيد الشر عنك يا ماما، إن شاء الله بتشوفيهم وبتجوزيهم كمان. يا حسرتي، راح أعيش لهديك الأيام. إن شاء الله يا ماما، إن شاء الله بتعيشي لهديك الأيام وأكثر. تقبرني. يا ماما، بكرة في صيام ولا لا؟ والله ما بعرف يا ماما، بس هلا ما سمعنا صوت المدفع. تعي يلا صبوحة، تعي يلا. يا سواد وشي منك يا شاهر، لك طالما أنك بريء من العملة ليش ما حكيت؟ لك ليش؟ والله شهامتك ما شفتها عند رجال بحياتي. الحمد لله لرب العالمين ردك وما متت من هالضربة. الحمد لله اللي كشف الحقيقة بهالليلة الفضيلة. أخ يا ابن عمي، بأي وش بدي أقابلك هلا؟ إن شاء الله حدا يقول لي نحن جوا فين عم نساويه. جاهزين يا رجال؟ جاهزين. قولوا الله. قولوا الله. يا جماعة وحده الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. هلا منروح منصلي صلاة العشاء والتراويح وبعدين مناخذ المرحوم ومن وريه ترابه لأنه أكرام الميت دفنه. بس نحن حالفين يمين يا مختار. يمينك بينفدى يا أبو دياب لأنه الدين يسر. بعدين لا تنسى أنه نحن فتنا بالشهر الفضيل. ما بيجوز يا أبو دياب، ما بيجوز. معليش مختار، من بعد إذنك، نحن اللي انجرحنا ونحن اللي انكوينا ونارنا ما رح تنطفي لحتى ناخد دارنا بإيدنا، واليوم عمل بكرة. يلا يا رجال. بتقلوا لأبو فارس الزلمة اللي عندك اتركوه. عديد في مجال ما تبعتني على المشوار؟ خايف؟ ها؟ لا بس واجعني سني. صبحي رولا عنده رقد قبل ما يسكر. يلا عيونك عديد. أي 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 أي. Ugh.
بتاخذ رجالك بتروح من ناح بيت ابو عبد ويلاتي، وين ما شفت ابو ادهم او ابن عمه بتذبحه. فهمت؟ فهمت. وبتلتقى انت وجواد ورجاله قدام بيت ابو صفوان الحلاق. صار. قول الله. رجال يلا. وانتوا يا رجال تروحوا مع جواد، وبتلتقوا مع جابر ورجاله قدام بيت ابو صفوان الحلاق. وانا رايح دوري على بيت ابو ادهم. يلا يا رجال. يلا يا رجال. يا اهل الحاره يا اهل الحاره. العقيد ابو ادهم انهار. يا اهل الحاره يا اهل الحاره. العقيد ابو ادهم انهار. سلام قولا من رب الرحيم. يلا يا جماعة يلا 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 كان ما رادي اذبحه بايدي انا. هلا وصلنا يا رجال، امشوا نطالع ابو قعود. والله ما رحت رخيص يا ابو قعود. يلا يا رجال. الله. لا اله الا الله. حسبي الله ونعم الوكيل. شو يا ابو صفوان طمنا. انا لله وانا اليه راجعون. العمر لكم يا رجال. يا حويتك يا عقيد. وري يا رجال على حارة الكوم. يلا 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 يلا. استنوا يا رجال. استهدوا بالله وطولوا بالكم. يمكن الجماعة بدو يطالعوا جنازة أبو قعود. أجلوها لبكرة. ليش أبو قعود ما؟ الصباح. ليش ما طالعوا لهلا؟ أجلوا الطلعة. يعملوا عملتهم. عم يا بضاح عم يا بضاح، هلا شفتهم كانوا ملتمين ومسلحين ونفذوا من قدام بيتنا. هيك لك قال. لعيونك يا عقيد، اشهد علي ربي، دماتك بتاخدهم من شواربي. هاتوا السلاح. عيونك يا بيت. عيونك يا بيت. أجروا يا جماعة، خلونا نفوت مرحوم لبيته. لا يا شيخي، مرحوم ما بيطلع غير من بيتي. لك عقيد، لك وين تركت مرحلتك عقيد؟ يا باطل يا عقيد، يا ريتوا قتلوني قريب لا قتلوك. والله لا أشرب من دمهم والله، والله لا أشرب من دمهم والله. يلا يا جماعة، يلا خلونا نفوت مرحوم لجوا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله محيي الرجال. بدي أعرف بس مين يلي أخذ بتارنا وغسل عارنا لحتى بوسه من شواربه. مين قتله يا جابر؟ نحن ما قتلنا حدا عقيد. مو انتو؟ مين لك؟ بلكي جواد ورجاله. لك الله محيي جواد ورجاله. لك عملتو يلي كان بنفسي اعمله من زمان. بس قلولي مين يلي قتلو حتى بوسه من شواربه؟ لك شو بكن ساكتين؟ لك ارفعوا راسكن لفوق وصيحوا بأعلى صوتكن وقولوا نحن اللي قتلنا عقيد حارة عياش. نحن ما قتلنا لابو ادهم، نحن فكرنا انتو اللي قتلتوه. ما قتلتوه؟ لك مين قتلو؟ يعني ما صار الا وقتلتوه؟ الله يجيرنا من العوائب. مختار نحن ما قتلنا حدا. جابر! لا يا مختار، نحن اللي قتلناه. مين بده يكون قتله يعني؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يا جماعة، المرحوم صار جاهز، خلينا نروح لندفنه. يلا. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصبح كان ماشي على إجريه وعين الله حوله، سمونا الفاتحة على روحه. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. امين يا رب العالمين. الله يرحمك. الله يرحمك يا ابو ادهم ويجعل مسواك جنة. لكل اجر كتاب، سبحان الحي الذي لا يموت. كانوا هني قبضايات وسكرتاوية يجوا ياخدوا تابوت أخوهم. يلا هيكوا لهم يا شاك هيكوا لهم يا مختار. بترجاك يا مختار. هذا الحكي بيناتنا يا فتحي، موجه عليك الله ومحمد رسول الله. لا إله إلا الله، اللهم صل على الحبيب. شو بدك؟ كرمال خاطري يا مختار، كرمال العشرة اللي بيني وبينك، كرمال الخبز والملح، وموجه عليك الله ومحمد رسول الله وكل الأولياء الصالحين. لا إله إلا الله، اللي من الآخر شو بدك؟ خلينا ندفن المرحوم ونواري ترابه، هالمسكين ما له ذنب. عليم الله ما له ذنب. إكرام الميت دفنه يا مختار، وهذا الرجل ما بستحق منكم إلا الإكرام. مظبوط، بس إخواته الكلاب هن السبب. يا أبو وضاح، خود مني ولا تصدق، جماعتنا مو هن اللي قتلوا أبو أدهم. شو عم تحكي يا فتحي؟ ولسه الأيام تثبت لك كلامي. مشان كرامتكم وكرامة الميت رح نخليكم تاخدوه، بس إلا ما نلتقى مرة تانية يا مختار. خدوه. يلا يا رجال عياش. يلا تفضلوا. لا تنسى يا مختار إنه نحن في الشهر الفضيل. بارك عليكم الشهر. يا عباد الله وحدوا الله، فاز ونجا من وحد الله. قولي على آنتي، ويلي جوزي، ويلي بناتي، ويلي أخي كمان. يا رب يا رب دخيلك يا رب. عم تبكي عليه مو هيك؟ إن شاء الله الله تركوني بحالي، إن شاء الله الله. عم تبكي على الواطي مو هيك؟ تركيها أختي تركيها، الله يستفل فيكي يا رب. عم تبكي على الواطي ورسي على أخوكي ما؟ لك بس أنت وياها بس إن شاء الله الله بس. يا صياح يا صياح. لا ما شو القصة؟ باب زقاق مفتوح، باب الأوضة كمان مفتوح. شو صاير؟ لا يا بشران، يا بشران. لا ما لك شو صاير؟ يا صياح صياح. والصندوق كمان مفتوح وما في شيء، أبو شرار مو مبين؟ أكيد أبو شرار ضارب له شي ضربة محرزة وأخذ أغراضه. ويا فكيك ليش؟ واضحة مشان ما يعطينا شي.
شو عم تقول يا ابو ضاي؟ ابو شرار؟ اهلين اهلين عقيد. لا 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 ولا شيء ولا شيء. يا الا علي، وين كنت اليوم من العصر؟ كنت بالغوطه، كنت عم ظبط قرنه جديده. بعدين انت شلون هيك تارك الابواب مفتوحه والصندوق مفتوح وما في شيء؟ شبك عقيد، شايفك هيك كانك ما على بعضك. علقت مع واحد. عقيد، مشان الغمد تبع السيف انا لازمني مصاري وبعته. شو عم تقول؟ بعته؟ ايه بعته. لك انت بتعرف قيمته لحتى تبيعه؟ يعني شو القصة يعني عقيد؟ كله على بعضه غمد نحاس، يعني لا راح ولا اجى. روح من وشي احسن ما لحقك فيها. بمين تلحقني عقيد؟ بالغمد. لك انا ابدو مولاك. يلا من هون. لك روح لعنا يا لك عود. صياح، طول بالك صياح. جامع جامع جامع. يا ديبة يا ديبة. ايه متحسين؟ الله يرضى عليك يا ديبة. بعتي لي خبر ورا ابو ادهم، بدي اياه عوزته ضروري. ابو ادهم، يا علي يا علي، يا حوينة شبابه. ليش شبه؟ امبارح مات، قتلوه اهل حارة الكوم. ولي على قامتي عليك، ولي على قامتي عليك. الله يحرق قلب اللي حرق قلب امه، الله ينتقم منه، الله يتم ولاده اذا عنده اولاد. لا تخافي من تحسين، الله كبير. تحسين بيجي على الحارة؟ منين بده يجي؟ إلا ما يجي، إذا دري موتة أبو أدهم. فاز ونجا من وحد الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا عباد الله وحدوا الله. لا إله إلا الله. يا مو يلا يا مو أدى المغرب، تعالوا افطروا. يا مو برضاي عليكم تقوموا تاكلوا، الله يحن عليكم. قوموا شاهر تقبرني، انت من امبارح ما دخل لبطنك لقمه. قوم يا امي، قوم يا عمري. انت تركيني يا مو، تركيني، انا مالي نفس. قوم افطر عمرك. عمرك اخير. أنا والله يا أمي انشلع قلبي، شلع على أبو أدهم وحرق صمصيم قلبي من جوا. لك أمي ما
شو طالع بين ايدي يا تؤمرني؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قومي يا اختي لك قومي، هاد كله امر الله وهيك الله رايد. لا اخي لا لا، الله ما بيريد الظلم، الله ما بيريد الظلم. جوزي لا تنظلم يا جواد، لا تنظلم. تعرف شو جزات اللي بيقتل ظلم؟ بحياته ما بيشم ريحة الجنة وبيموت قتل. الله قال وبشر القاتل بالقتل. لك شو ذنبهم بناتي يربوا يتامى؟ شو ذنب هالولد اللي ببطني ما يشوف ابوه؟ عفاف رح اقول لك شغله بس خليها سر بيناتنا، نحن ما قتلنا لابوها. شلون يعني ما قتلتوها؟ ورحمه ابوك تحت التراب ما قتلنا. ابو ادهم انقتل قبل ما نفوت على حاره عياش، بس اخواتك ما رضيوا يحطوها واطي قدام الناس. جواد انت عم تحكي هيك بس من شان الله وكيلك يا اختي، مو مشان شيء، بس مشان تعرفي الحقيقه. لك مين قتله؟ ما بعرف. شاهر، شاهر ما في غيره. ايه انا بعرف مين هو. اختي احكي. عفاف انت مخبي علينا شيء؟ لا اخي، شو بدي اخبي عليكم يعني؟ 42 43 44 45 45 45 45 ذهبي يا ابو نجيب. 45 ايه سيدي 45. يعني قديش قديش بيخيصوا عن 50 يعني؟ امسك البيسه دول وراح استناك على برا. طيب يلا بسرعه. السلام عليكم. عليكم السلام يا ميخلاء. يا الله قديش بحبك. عن حضر ويدا. بتعرف اني كنت رح سمم حالي. بعرف بعرف. سميحة حكت لي كل شيء. كل شيء كل شيء؟ ايه. بتعرفي في برابتي دينة ولازم أقوم فيها. لمين هالدينة ابن عمي؟ العصرية ونبيها. مين هدول عصرية ونبيها؟ عصرية يا ستي هي وحدة بصارة كانت دائما تبشرني إنك رح تكوني إلي. بتآمن بالتبصير؟ لا والله، بس والله هيك حكياتها كانوا يفرفحوا لي قلبي. ونبيها؟ مين هاي نبيها؟ نبيها هي بنت ناطور المزرعة، كمان الأخر هيك كانت تفرح لي قلبي بحكياتها. وضح
هي عيون وضاق. توعدني؟ بوعدك. ما بدك تعرف بشو؟ بوعدك بكل شيء. بكل شيء بكل شيء؟ اي. توعدني انك بحياتك ما تفكر بغيري، او لا سمح الله تتجوز علي. اعوذ بالله، شو عم تحكي انتي؟ طبعا بوعدك. حليف. ايه وحياه عيونك. دخيل عيونك. هلا اذا بنروح بالبابور مو اريح لنا؟ هو من جهه اريح اريح، بس مدري ليش اختك ام وضاح مشتهيه الروحة على الجمال. اوف، وليش بقى؟ إيه الله وكيلك، الروحة على الجمال فيها تعب ومشقه، اما بالبابور يومين ثلاثه بنكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. روحي فدا اخي، من روح على الجمال وبنرجع بالبابور، كل ما تعبنا اكثر إلنا اجر اكثر. بهي معك حق. ايه معناتها نمشي على رايك، منروح عجمال ومنرجع بالبابور، منيح هيك؟ يا ريت اخي عدنان يرافقنا بهالمشوار. اتركي اخوك عدنان بهمه الله يعينه. امبارح متخانق مع مرته صبحيه وواصله بيناتهم للشيطان الرجيم. يو ليش بقى؟ يا ستي قال بدها تعمل حلويات على العيد وبدها تشتري اواعي جديده الها ولبنتها ولكنتها، بس اخوك ما له رضيان. يو يا عيب شو؟ الحاره كلها حزنانه على ابو ادهم وهي بدها تعمل حلويات وتشتري اواعي جديده. لا تواخذني يا ابو عبدو، مرت اخوك حوبه وما بتفهم بالواجب. بعرف صهي بعرف. لكان معقول كل الحاره زعلانه على ابو ادهم وحضرتها فاضيه للفصول الخايسه؟ زمن هذا زمن البرغوث صهري. معك حق، هذا زمن البرغوث. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك خالي؟ اهلين الحمد لله. شلونك ابي؟ اهلين. وين كنت يا ابي؟ وصلت مشوار على الحميديه. يا مو وين الرويدة؟ فوق بودتها تقبرني. إيه؟ عن اذنكم. الله معك. الله معك. بقى فعلا يا ابو عبدو هذا زمن عاطل. لك شو عم تحرق ابن عمي؟ كمشتك انت وياها، كمشتك. عمي بدي اسالك سؤال. اسالي عمي اسالي. هلا ابي وامي بدهم يجوا قبل العيد ولا بعد العيد؟ لا عمي لا، بعد العيد. بس انت ليش عم تسالي؟ مشان يجيبوا لي اواعي جديده ويعطوني مصاري مشان العب على المرجيح عند الداية طيبة. انا بجيب لكم اواعي عمي وبعطيكم مصاري كمان. وانا عمي. وانت كمان، انتم من ريحه الغالي. الله لا يوفقك. شو شو في لك؟ شو هاد فواكي؟ والله جاد لا يكون ماني مشتري انه فواكي. ما مضروب على قلبي بعرف انه فواكي. من ايش جبتيهم؟ اشتريتهم من عند السمان. ولي بدي اشتريتيهم؟ ما بعرف يعني هيك بشي خمس براغيت. شو خمس براغيت؟ ولك انت مجرمة، انت سفاحة. ايه وشو هالشغلة؟ مصرية وانا حرة فيهم. ولك والله صدقوا اللي قالوا، صدقوا اللي قالوا، الفقر ما بيتعدى على حدا، ما بيتعدى على حدا. لك يا بنت الحلال، يا بنت الحلال لو عطيتيني اياهم لخبي لك اياهم ما كان احسن لك واستر؟ لا لا احسن لي ولا استر لي. طيب الموم اعطيني وحده لندوقها. يا مو على اساس صايم؟ ها ايه صايم صح، صايم الحمد لله. لكان صايم ما قلتي لي ما رحتي عند مشاهد؟ لا ما رحت، هلا بدي روح. إيه لكان ما بيصير يا حرمه، واجب لازم تروحي. يلا يلا قومي قومي روحي. يلا يلا. لك 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 وين اخذتي انا دور؟ لبيت ام شاهر، مو حلو يفوت لعندهم وايدي فاضيه. ها على اساس بيت ام شاهر كثير عاوزينك، ما عندهم فواكه. لا مو ناقصهم، بس هيك بيعمل الواحد قدره قيمة لحاله وبيقوم بالواجب. دخيلك دخيلك انت واجبك ست راسي، دخيلك انت واجبك كتير موجبة، كتير صاحبة قدره قيمة. ولك يا بنت الحلال يا بنت الحلال، هدول حاطين حقهم دم قلبنا، نحن أولى فيهم. مصريي وأنا حرة فيهم. طيب الله يوفقك، خليلك كام موزة كام برتقاني باكلهم بعد المدفع. الله يوفقك.
امسكي يا معبود امسكي. شو هدول؟ هدول كري عبود خلاهم عندي المرحوم قبل ما يموت بيومين مشان اعطيك اياه. خليهم معك، بكره بيشوفهم ابو نجيب وبياخذهم مني. خلي لي اياهم معك. الله يخليك. مثل ما بدك. اطمنيني ام شاهر، ان شاء الله ما عم بيعذبوكي هالبنات. الله يكون بعونهم. ايام بيبكوا بدهم امهم وابوهم، وايام بيلتهوا. بس والله الشاهر مانو مقصر معهم ابنه، الله وكيلك، صاروا يستنوه بالدقيقة لحتى يجي مشان يلعبون. خالة جيبت؟ خالة جيبت؟ يعني شو صار شو جاب لي على العيد؟ يا سلام شو حلو. وأنا كمان جاب لي لحفرشك يا عمي. الله يخليلكم عمكم شاهر ويجبر بخاطره يا حبيبي. آمين. الله يسلمك يا رب. ومين هاي ديبة؟ جارتي وداية حارة عياش أخي. يعني عندك حرمة ولا حرمتين؟ لا أخي حرمة واحدة. شو جاي تساوي؟ ما في شي أخي، اشتقت لي وجاي تشق علي. بس هيك؟ إيه أخي. قلالي تيسري. وحدي الله يا أم أدهم، وحدي الله، ما بعد الضيق إلا الفرج. لك أنا فرج هذا، أنا فرج. جوزي انقتل وبناتي عم يربوهن الناس. شوفت عينك، صرت ملطشة، صرت ملطشة يا ديبة. هلأ جوزك صار بديار الحق، الله يرحمه، بس بناتك عايشين عند ناس عم يدللوهم كتير. والله بيت ام شاهر ما عم بيقصروا، وخصوصي شاهر مو عارفان شو بده يساوي لهم. والله هداك اليوم جايب لهم اواعي للعيد، بنات البكوات ما بيجيبوا لهم ياهو. جايب لهم اواعي العيد؟ اي والله حرام، الواحد لازم يحكي حقية الله، ما انه مقصر ابدا. بده البنات يعيدوا وابوهم ما صار له شهر مقتول. يا أم أدهم هدول صغار بدهم يفرحوا ويعيدوا، لاحقين على الغم والهم. إيه ستي هدول الغراض شاهر بعت لك ياهم، قال أبو أدهم الله يرحمه حطهم أمانة عند شاهر مشان يوصل لك ياهم. تفضل. شو هدول؟ ما بعرف، أنتي شوفي. مع مين كانوا هدول؟